السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مساءكم سعيد إخواني وأخواتي متابعي برنامج كل يوم اليومي الاجتماعي المباشر، ساعة كاملة نتفاعل بها مع مسائلكم وموضوعاتكم الاجتماعية والأسرية، أهلا وسهلا بكم. من جديد نحييكم في كل يوم، معنا نخبة من المختصين يقدمون النصحة والمشورة والفائدة كل يوم. نحن في هذا البرنامج قضيتنا اليوم قضية مهمة وحساسة، عنوانها زوجة مع وقف التنفيذ بقرارها، هي الموضوع الذي سنناقشه الليلة، وأنتم كذلك الفرصة متاحة أمامكم للمشاركة في موضوعات الحلقة ولطرح المسائل والتشاور فيها من خلال إرسالها عبر البريد الإلكتروني كل يوم @الحوار.tv، حيث نتعامل بخصوصية كاملة مع الرسائل التي نفضل أن ترسل كملف مرفق باللغة العربية، مع رجاء إرسال رقم الهاتف مع الرسالة. لدينا على الفيسبوك صفحة خاصة، نأمل أن تكونوا أصدقاء للبرنامج فيها، واليوم سنعرض بعض التعليقات مما ورد على صفحة الفيسبوك على الحلقة الماضية أو بشكل عام حول البرنامج. www.facebook.com/كل يوم، وكذلك لدينا صفحة خاصة على التويتر www.twitter.com/كل يوم. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها، ماذا عن هذه المرأة؟ وماذا عن زوجها الذي تسكن إليه؟ هل تسكن إليه ويسكن إليها فعلا؟ هل توجد بينهما المودة والرحمة المطلوبة؟ من أجمل ما قيل في شرح ذلك، المودة حب الرجل امرأته، والرحمة رحمته إياها أن يصيبها بسوء. هي زوجة ولكن مع وقف التنفيذ وبقرارها لا قراره. تابعوا معنا. من جديد نحييكم في كل يوم البرنامج الاجتماعي اليومي المباشر، ساعة كاملة في خدمتكم بمختلف الموضوعات الاجتماعية والأسرية التي تهمكم. وبعد أن نعرض قصة اليوم نحن جاهزون لاستقبال اتصالاتكم. صاحب هذه القصة كان من الصعب أن يدخل معنا على الهواء، وعليه فأنا أقرأ هذه القصة متفهما كل كلمة فيها نيابة عن صاحبتها، واسمها هاجر. هاجر هجرت زوجها معنويا مع ارتباطها به ظاهريا. نعم، تقول ذلك في رسالتها، وتكتب أن هذا الأمر تشترك فيه معها كثير من النساء. وقد جاء في رسالة هاجر المؤثرة جدا: اسمي هاجر، متزوجة ولدي أطفال، أعيش انفصالا عاطفيا عن زوجي الذي أرتبط به كزوج منذ أكثر من 15 عاما، منذ أكثر من 5 سنوات وأنا أنام بغرفة وهو بغرفة أخرى بسبب مغامراته المستمرة. أرتبط به ظاهريا أمام الناس، وهذا مؤلم لي صحيا ومعنويا، فماذا أفعل؟ أنا خائفة على أولادي ومستقبلهم، لا يوجد أي تواصل بيني وبينه ولا يمكن أن أعود إليه، كلما أستيقظ من خيانة يصدمني بأخرى، أنا أنهار شيئا فشيئا، أرجوكم ساعدوني. إلى هنا كانت رسالة هاجر، وهي بانتظار اتصالاتكم وتعليقاتكم، ورقم الهاتف ظاهر على الشاشة. السؤال الذي يطرح نفسه: هل بلغت هاجر أجلها مع ذلك الزوج؟ الآية الكريمة تقول: فإذا بلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو فارقوهن بمعروف. لكن هناك أطفال سيتأثر بهذا الفراق، هل يحق لنا أن نعاقب الأطفال بأخطاء آبائهم؟ ولكن يعني بعبارة أخرى، من قال أن الأطفال غير متأثرين بهذا الانفصال العاطفي بين أمهم وأبيهم؟
ألا يظهر ذلك بتصرفاتهم حتى لو حاولوا إخفاء ذلك عن الأطفال؟ حتى أن البعض يبرر مغامرات الرجال التي لا تبرر بتقصير النساء ويسأل: هل كل النساء قائمات بحق أزواجهن كما ينبغي؟ أحد المستشارين مثلا يقول: كثير من الزوجات يسألن عن أشياء من المفترض أن يكن على علم بها قبل الزواج. أرجوكم يا جماعة، بدنا المداخلات في موضوع الزوجة، ونريد أن نضع أنفسنا مكانها، وبماذا ننصحها؟ قد نتناول موضوع الزوج في حلقات أخرى، لكن هذه هاجر. هاجر اليوم هي موضوعنا. هاجر ما بتحكي لا إنه زوجها يعني مقصر معها بالمصروف، ولا بتحكي هاجر إنه زوجها يعني متزوج عليها، ولا بتحكي هاجر إنه زوجها بيضربها. هاجر بتحكي إنه زوجها لديه مغامراته العاطفية، وتقول أن النساء كثيرات في مثل هذه الحالة تسأل: هل قرارها بالانفصال العاطفي والمعنوي صحيح؟ معنا أول اتصال من تونس، مراد. تفضل يا مراد. أهلا وسهلا، حياك الله. تفضل، ماذا تقول يا مراد في قصة هاجر؟ والله أنصح أخت هاجر بالصبر، وأن تصلي وتدعو الرب أن يهدي الزوج. تصبر عليه بكل هاي القضايا بتحكي لك، بس هي عم تتضايق، ويعني كل الديانات والأخلاق والقيم أعطتها مجال إنها تنفصل عن مثل هذا النوع من الرجال إذا رغبت. نعم، هي بإمكانها الانفصال، وبإمكانها هناك أولاد، وهناك مسؤولية، وهناك تشرد ممكن الأولاد، ولا لابد المتابعة، ولا بد يعني سوف يأتي وقت يعني ممكن يأخذ الطريق المستقيم هذا الزوج. حضرتك متزوج أخي؟ نعم. لو كانت واحدة من بناتك ربنا يحفظ لك إياهم تشكو زوجها في قصة زي هيك، تحكي لها تحمليه، ولا بتحكي لها تعالي عندي يا بنتي أنا ما لا 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 لابد أن تتحمل. تتحمل خاصة أنها لها 10-15 سنة مع هذا الزوج، لازم لابد أن تصبر على أمل أنه يتربى، ومش عم بتربى. ما فهمتكش. تصبر وتحتمل. أشكرك جدا أخي، أشكرك. معنا اتصال من الأردن، طالب. تفضل طالب. يا ريت نوطي التلفزيون بس. هاي طلعت لغير غرفتي. الله يعطيك العافية. الله يخليك، تفضل. السلام عليكم. الحمد لله اللي سمعنا صوتك، شفناك على الشاشة من جديد. الله يعطيك العافية. هي واحدة، واحدة ثانية. نعم. الموضوع الله يخليك. أولا المفروض نحن ما بدنا نقول نبرر للرجال حركاتهم، بدنا النسوان يعني ينتبهوا يعني شو متطلبات الزوج، شو الشيء اللي بده اياه الزوج، شو الشغلات يعني ينتبهوا أولا للناحية. وناحية ثانية على مؤاخذة، يعني بدها تحاول تبذل جميع أقصى جهد أنه تقدم له السعادة المطلوبة، أو الشيء اللي هو اللي استطاع يعني أي وحدة. والوحدة الثانية كمان الرجال بدهم يعني تمام، مثل ما الواحدة بتسأل على شلون بده يخطب، يسأل عن البنت وأهلها وكذا، كذلك وقت بده يتجوز هذا يسألوا عن الرجل شو سلوكياته شو كذا، يعني أهل البنت أو أهل الكذا. إذا كان غير معتدل شو استفدنا منه؟ نعم. طيب أخي الكريم، بس برأيك أنت يعني الرجال اللي بيزوغوا بيعملوا مغامرات خارج إطار العلاقة الزوجية بيكونوا كلهم لأنه زوجاتهم مقصرات بحقهم؟ لا، قد يجوز هو نفسيته ضعيفة الرجل. طيب إيش تعمل؟ إيش تعمل الأخت؟ الآن هي صارت متورطة وصارت متزوجة وصلهم 15 سنة مع بعض. هي بدها يعني ما بدها تهرب من الواقع اللي هي فيه، بدها تحاول تقعد هي وياه تفهمه، لانك انت مالك صغير، كبرت، عندك اولاد، عندك عائله، عندك اسره، تخرب حياتك، يعني كمان هي تقعد جلسه مفاهمه معه. اما تتهرب من مسؤولياتها هي كمان تنطوي على نفسها، ما ينفع الحكي هذا. طيب اذا تفاهمت معه وما تجاوب؟ ما في ما يتجاوب، معناته مو بشر، هو مو بني ادم. طيب وبعدين اذا اثبت انه مو بشر؟ يعني نحن كمان ما بدنا نحط دائما أسوأ الاحتمالات، اذا تقعد تفهم اياه ساعتها رح يروح يتجوز، معناته هو غير معتدل. يعني اشكرك يا طالب. نوال من لندن، تفضلي نوال.
الو السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. يا ريت تتوطي التلفزيون تسمعيني من الهاتف حتى نتحدث بوضوح اختي. طيب بالنسبه للموضوع اخت هاجر يعني انا برايي انه زي ال 25 سنه ولا 20 سنه بيتجوز 15 سنه نعم بغض النظر يعني هذا دليل انه في ما كان في علاقه قويه بين الاثنين وخمس سنين هاجرين بعض فالافضل ان ينفصلوا. والاولاد كم ولد عندن؟ يعني ما حددت بس يعني بغض النظر لو كان طفل واحد لو ثلاثه الطلاق احسن للاولاد؟ كمان هي انسانه هي روح مش معقول تضلها تتعذب وتتحمل الماساه اللي هو بيقدم لها اياها جوزها، بالنتيجه كمان اطفال هذول بده يكبروا بحاله نفسيه ومعقده، هذا لا يجوز. طيب يا اختي الكريمه هي لو تعذبت مش يعني هذا لها اجر وحسنات وبتطول بالها؟ لو كل وحده متضايقه من زوجها بدها تنفصل بتبطل ولا وحده مع زوجها؟ ايه بس كمان يعني الرجال كمان المفروض يحس فيها لمرته لانه بالنتيجه هي انساني ومن حقها تعيش حياتها، والاطفال هذول راح يكبروا وراح يحسوا بمعاناه امن، وبالنتيجه هي راح تخسر نفسيتها وصحتها، يعني ما معقوله كمان تضل تفكر بس هي انه ممكن يرجع وممكن يهتدوا وممكن يرجع يصلي، هذا ما بجوز بالاسلام اصلا، لا كلف الله نفسا الا وسعها، يعني احنا نساء معذبات في مشاكل كثير بحياتنا الا انه بننظر لاطفالنا والرجال ما داير باله الا على نفسه وعلى ملذاته، هذا لا يجوز بالاسلام. اشكرك جدا، اشكرك جدا، معنا كمان من ام همام من الاردن، ام همام مع مين؟ هلو. هلا هلا ام همام معاكي. السلام عليكم. وعليكم السلام. انا بدي اشارك. تفضلي انت معنا على الهواء، انت مع مين؟ مع نوال في انها تنفصل هذه هاجر عن زوجها ولا مع الشباب انها تبقى مع زوجها وتتحمل وتصبر لاجل الاولاد؟ نعم لازم تصبر لاجل اولادها. عادة في هاي الحالات دائما لما بيكون في انفصال عاطفي او انفصال فعلي بين الزوجين الطرف الاضعف في هذه المعادلة هم الاطفال. فبيسوى انه انا اتحمل مشان اطفال. بس هي كتبت هاجر وقالت انا صحيا عم بتأثر ومعنويا عم بتأثر. نعم كمان حكت اختنا يعني لا يكلف الله نفسا الا وسعها. نعم امها هي هاجر انسانة زي كل النساء يعني هذا الموضوع مزعج بالنسبة لها، لكن انا بعطيها الامل وانا متاكده انه في يوم من الايام انه زوجها سوف يمل مما يفعل وسيرجع الى بيته. هي على بقدر صمودها وصبرها، نعم المساله صعبه جدا وقد تاخذ منها الم نفسي والم جسدي لاجل اطفالها، لكن في النهايه انا اعطيها الامل انه سيعود الى بيته. يعني ممكن لما يصير عمره 60 70 سنه ممكن نعم يبطل. وانا عندي تجربه يعني لما نعم شاب لما كبر لما بطل فيه يعني اي جانب صحي صار الاخ محترم معاها يعني هو في معاناه، لكن انا ابعدها تماما عن موضوع الانفصال، لا اشجعها على موضوع الانفصال لانه اطفالها هم الطرف الاضعف في هذه المعادله. نعم القصه بتاعت هاجر حصلت مع رجل وفعلا هو بعد ما وصل سن الستين، يعني في امامي تجربه حيه تشبه قصه هذا، وفعلا عندما وصل الى الستين شعر انه بحاجه لزوجته التي صبرت وبحاجه لابنائه الذين بعد ان كبروا شعر بهم، بعد ان اصبحوا اشخاص معتدلين واصبح لهم مكانتهم في المجتمع متعلمين ومنتجين، تذكر ان له ابناء وعاد، لكن لا اخفيك انه مر العمر بها وهي تعاني، لكن افضل بكثير من معاناتها لو ابتعدت عن اطفالها وهم في مكان وهي في مكان، سوف طيب تتحمل أشكرك الألمان. اشكرك اشكرك جدا اشكرك جدا، وجهه نظر وصلت. ام ايوب من لندن، تفضلي ام ايوب. اهلا وسهلا. اهلا فيكي. اخي حبيت اتصل فيك اصلا عشان اعلق الموضوع هذا، لان مشكله كل الرجال في العصر هذا كانه مش عارفه يعني كانه وباء يعني الناس الرجال يكون عند ام ما شاء الله زوجه ما شاء الله في البيت وباولاد ومتريح، لما يكون متريح كثير يصير يعمل مشاكل يصير يطلع البر. هل هذا انت بتحكي عن دراسه ولا عن تجربه ولا عن خبره ولا
والله مع كل يعني ما شاء الله عندي صديقات كثير هنا واحكي معهم كثير وهيك يعني في يعني يطلع لبرا بقصد ايش يعني؟ بقصد انه بس فساد اخلاقي ولا بتطلع لبرا بقصد انه تقصير في البيت؟ لا هو فساد اخلاقي وقل الدين يعني. قل الدين؟ يا لانه لما يكون الانسان ضعيف ايمانه وضعيف في الدين وعندوش ثقافه كثيره في الدين طيب يكون يعني شويه اخلاقه شويه هاجر حاجة. هاجر ما اعطتنا تفاصيل عن زوجها، لكن ماذا نقول لهاجر؟ ماذا تفعل الان؟ اقولها يعني انها تكون صبوره وانها تبوس لاولادها لان استثمارها الحين حيكون له بس لاولادها. طب مش ممكن هي لو مثلا لو هي انت بتتكلم مثلا في بريطانيا، لو هي انفصلت عن زوجها إلها مصروفها وإلها بيتها وبتربي أولادها وتعتبر حالها أرملة، تعتبر حالها زوجها متوفي. لا 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 النساء اللي أزواجهم متوفين مش قادرين يربوا أولادهم؟ لا لا يا أخي أنا مش أطلب منها هي تنفصل، لا تخليه يعني كأنه هي تتقاسم هي وياه المسؤولية على تربية الأولاد صح؟ يعني هو عنده. طب هل هذا يؤتمن على تربية الأولاد؟ سوري؟ هل هذا يؤتمن على تربية الأولاد؟ والله لا يؤتمن على تربية الأولاد صراحة. نعم. طيب أنا أشكرك جدا. الدكتور غسان من برلين ألمانيا، تفضل دكتور. مساء الخير. مساء الخيرات دكتور، أهلا وسهلا. احتراماتي، أنا وجهة نظري تقريبا يعني أكثر الرجال العرب فوقيين بالنسبة للنساء العربيات، يعني بدون ما نحدد لأنه هاي مشاكل تعاني منها كل المجتمعات الشرقية والغربية. المجتمعات الغربية بالنسبة للسيدة لو وضعها في على سبيل المثال لو وضعها في ألمانيا مشكلتها محلولة. طبعا بغض النظر عن المشاكل العاطفية كما تفضلت كيف انت. كيف مشكلتها محلولة؟ لأنه القانون الألماني يقف إلى جانب المرأة. أولا الأطفال في موضوع من الشكل إذا حاولت الانفصال عن زوجها القانون الألماني بيعطيها الأفضلية لتربية الأطفال. طيب حضلها لحالها يعني ما فيش رجال يساعدها، واذا كانت هي مغتربه معلش مهمتها اصعب. معلش اول شيء بتاخذ كل الامور الاجتماعيه بتاخذها من الحكم يعني من القانون الالماني الى جانبها. في احتياجات غير الفلوس غير الحاجات الماديه، في حاجات معنويه، في اب، في قدوه في البيت، في رجال، في كذا. على كل ما وجهه نظرك لهاجر، بماذا تنصح هاجر اذا افترضنا انه هاجر في مجتمع عربي؟ بماذا تنصحها هاجر؟ ما حددت البلد. بالنسبة للمجتمع العربي، المجتمع العربي له قوانين ومعاملات خاصة وحالات اجتماعية كمان خاصة بالنسبة لهذه السيدة. لأنه مش راح بعد إذنك مش راح نقدر ناخذ مزيد اتصالات حتى ننتقل للمستشار. الفكرة أخي أنا سألتك الفكرة إذا كان في مجتمع عربي ضمن واقع القوانين في الدول العربية ماذا تفعل أخت هاجر؟ أنا وجهة نظري تنفصل عنه. تنفصل عنه. أشكرك جدا أخي غسان. علي من السعودية. شكرا. علي فقدناه للأسف. الدكتور شريف من تونس. ألو. دكتور تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله. يا أخي العزيز أرجو ألا تقاطعني لأني سأقول كلاما مفصلي. طيب ممتاز، أنا أعطيك دقيقتين بلا مقاطعة، تفضل. يا أخي الأم العربية في هذا الزمان لم تحقق إرادة الله سبحانه وتعالى ومراد الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه في الزواج، لأنه قال إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه فإن لم تفعلوا تكون فتنة وفساد كبير في الأرض، وهذا الذي نراه الآن فتنة وفساد كبير، أي الأسر العربية بالقوانين الموضوعة ولم يحققوا إرادة الله، أي لم يعد يقاس الرجل بخلقه وأدبه وعلمه بل يقاس بماله، تمزقت الحياة الأسرية بعنف حتى صار منهم إما متوحش أو مجنون، وهي من علامة الساعة كثرة الطلاق، أي الأمة تعيش في غوغائية وسوء فهم وفهم مقلوب وفهم سقيم، يا أخي شيء ولا فخيال الذي لا يزيد، فلتطلق أفضل من معاناة والانهيار النفساني والمادي. طيب ماذا تفعل هاجر؟ هاجر تطلق، خير أن تعيش في الحيرة والقلق والكآبة والحزن، يا أخي الطلاق رحمة
وسيوجد حديث يقوله له العلماء هو مغلوط، هذاك يقولون ان ابغض الحلال عند الله الطلاق، هو حديث الموضوع ليس حديث صحيح. يا اخي انظر للامه يا سيدي، الطلاق رحمه، فلتخرج من هذه الكآبة. انا اشكرك، انا اشكرك جدا يا دكتور شريف، سامحني ها اخذنا دقيقتين كويسين، سامحنا دكتور شريف، شكرا. الان اخواني واخواتي، هذه القصه قصه تهاجر التي تعاني الانفصال العاطفي أو ما يعرف بالطلاق العاطفي عن زوجها مع اتصالها به ظاهريا بسبب مغامراته ونزواته العاطفية التي لا تنتهي، وهي من أكثر من 5 سنوات بعد 15 سنة زواج تنام بغرفة وزوجها ينام بغرفة. ماذا تفعل وماذا ننصحها وهي الآن تتأثر معنويا وصحيا نتيجة هذا الأمر؟ معنا الاستشاري النفسي والطبيب الدكتور أحمد شوكة من بريطانيا. دكتور أحمد يعطيكم العافية. دكتور أهلا وسهلا خالد. أهلا وسهلا. يعني تابعت حضرتك قصة هاجر ومداخلات الإخوة والأخوات المتصلين ونصائحهم لها، تمام، فماذا تقول؟ هي مشكلة معقدة يا أخ عدنان، يعني هو لازم نكون متفقين على جزئية قبل ما نبدأ في إعطاء أي نصائح، إن اللي هياخد القرار أولا وأخيرا هو الأخت هاجر. يعني احنا مش هناخد قرار للاخت هاجر، احنا هنوضح بعض الامور وبعض النقاط، ولكن اوانا واخيرا هو القرار هيكون بايد الاخت هاجر عشان نكون احنا واضحين. انت اثرت مشكله في غايه الاهميه، اللي هي زوجه بعد 15 سنه وحصل نوع من الطلاق العاطفي او الطلاق المعنوي داخل العلاقه الزوجيه، فلا بد من البحث عن او عفوا القرار بقرارها، تمام. يعني هو الرجل ما عندوش مشكلة، بينام بيعمل اللي بده اياه برا وبده يجي يكمل اموره معها، يعني هي اخذت هذا القرار لان هو حفاظا على كرامتها وصونا لمشاعرها كأنثى كانت مزوجة لهذا الرجل لمدة 15 سنة. فيعني واضح ان هو حصل ركود معين في العلاقة او حصل نوع من فقدان بعض البهارات في العلاقة الزوجية بعد 15 سنة من الزواج لسبب أو لآخر. يعني لابد من النظر إلى هذه الأسباب أيضا، إن هو بعد فترة علماء النفس بيقولوا إن أي علاقة زوجية بتبدأ بتأجج مشاعر وانفعالات، ولأن هناك في رغبة في الاكتشاف وفي رغبة في اكتشاف الآخر معنويا وجسديا وعاطفيا وخلافه. لما بتروح نقطة الاكتشاف بيبتدي بعض الناس تبتدي تبص لبرا. في هذه الحالة هذا الزوج اللي بيبص لبرا أو عنده علاقات خارج إطار العلاقة الزوجية، دي نقطة. النقطة المهمة الأخرى هو موضوع الثقة والمصارحة في العلاقة الزوجية. يعني إحنا حصل هنا تقويض وهدم في أحد أهم أركان العلاقة الزوجية اللي هي الثقة والمصارحة والالتزام، لأن أي علاقة فيها مضمون وفيها محتوى وفيها التزام وفيها أيضا تنافر وتناحر وتجاذب كأي علاقة بين زوجين أو بين شريكين، خصوصا بعد 15 سنة. النقطة الخطيرة الأخرى إن إحنا ساعات بنعطي أحكام أو بندي نصائح وإحنا قاعدين زي ما بنقول عندنا في مصر مثلا، اللي إيده في المية مش زي اللي إيده في النار، من إيده تمام، اللي إيده في المية الباردة مش زي اللي إيده في المية السخنة. يعني الأخت هاجر واضح إن هي متأثرة جدا وعندها تأثير معنوي وجسدي ونفسي وشعوري عامل لها نوع من الإيذاء، وهي صابرة ومتحملة نتيجة ضغوط المجتمع، نتيجة ضغوط الأسرة، نتيجة ضغوط الأطفال. لابد أن نوضح نقطة مهمة جدا، أن سعادة الأطفال وسلوكهم النفسي السوي وتربيتهم السوية لا يتأتى إلا بالسعادة المنبعثة من داخل علاقة سوية سعيدة. يعني أب صالح مع أم صالحة في جو عائلي دافئ وفيه حنان وفيه تفاهم وفيه يعني خوف وفيه محافظة على شعور آخر، هو ده اللي هيخلي الأطفال ينشأوا بطريقة سوية. إنما الخوف والبقاء في علاقة نتيجة الخوف على الأطفال من الانفصال، إن ساعات بيكون الانفصال أقل وطأة وأقل سوءا من يعني الواحد يستمر في علاقة مفرغة المحتوى مفرغة المضمون وكل واحد نايم في أوضة والناس بس قاعدة مع بعضها كأن احنا قاعدين في فندق، يعني نستخدم البيت كأنه فندق إعاشي مش مناسب ولا أبدا ولا هو جو صحي أصلا، تمام. ف
فلا ولا هو جواب صحيح. لابد أن نوضح هذه النقطة. النقطة الأخرى المهمة جدا أن بعض الإخوة إحنا ساعات لأن اللي بيتكلموا في كل الموضوع سبحان الله رجالة. لو اتصل بس اثنين ستات أو ثلاث ستات رجالة هم اللي بيتكلموا، بعضهم بيوضح أن إحنا يعني مش عايزين نخلي كمان السيدات الفاضلات اللي هم يحسوا ان احنا مجتمع ذكوري يعني مهتم جدا بالشوفونيه الذكريه. يجب على الزوجه دائما ارضاء زوجها، يجب على الزوجه دائما التضحيه. طب يا اخي ما الزوج برضه يجب عليه ان يرضي زوجته، والزوج يجب عليه ان يضحي من خلال زوجته. وهناك امثله كثيره من هذا المقال ان الزوج بيكون مخلص ويخلص على زوجته ويتكلم معها. هنا في نقطه مهمه في قصه الاخت هاجر، هو نوع المصارحه. واضح ان هي نتيجه ان هي اللي حصل هي خدت موقف وعملت زواج مع ايقاف التنفيذ وانعزلت في غرفه وانعزلت وجدانيا وعاطفيا عن زوجها. لابد يكون النوع وقفه مصارحه ومواجهه بهذا الموضوع، لان هو مسؤوليه، هذه مسؤوليه داخل هذه العلاقه الزوجيه. لان احنا بنتجوز ما بنعملش والله انا هتجوزك 20 سنه وبعدين هطلع انا العب بره لحد ما ابقى سن 60 سنه وبعدين هرجع لك تاني. ايوه اتحمليني عبال ما ارجع. نعم اتحمليني عبال ما ارجع انا. كيف ما ارجع بقى 60 سنه يكون يعني راجل ختيارت وكبرت في السن وبقاش يعني ايه يعني ليت الشباب يعود يوما وارجع لك تاني. طبعا ده موضوع غير قابل وغير وارد، وهذا بيؤدي الى هزات نفسيه شديده جدا داخل المراه. المراه بطبيعتها انسانه ربنا خلقها سبحان الله عندها قمه وقوه في التحمل والصبر والجلد تفوق طاقه الرجال جميعا، وانا رجل بقول لك هذا الكلام. تمام. تعرف دكتور تصديق لكلامك دكتور، يعني احنا حنتابع معك، احنا عندنا حنطلع بعد شوي لفاصل ونرجع لاتصالات المشاهدين وبعدين حنختم معك، بس لانه هاجر ما اعطتنا تفاصيل. في عندي كمان قصه لفاديه. فاديه مثلا بتحكي لك انا كنت مسافره انا واولادي الثلاثه مع اهلي الى مدينه بحريه بعيده عن العاصمه حتى ما نحكي اسماء مدن، وزوجي بقي في البيت. خطر في بالي ان اعود الى العاصمه الى المنزل لافاجئ زوجي اني انا رجعت لك، تركت الاولاد عند اهلي ورجعت انبسط انا وياك. فسافرت إلى العاصمة، وصلت مساء اتجهت إلى بيتي متوقعا أن يكون زوجي في عمله، فتحت الباب بمفتاحي شعرت أن هناك شيئا غير طبيعي. اتجهت إلى غرفة النوم فوجدت زوجي في وضع مع أقرب صديقاتي وجارتي في ذات الوقت. لن أشرح وأصف مشاعري، حتى الصراخ عجزت عنه. خرجت على الفور من البيت لا أعرف إلى أين أذهب، اتجهت نحو بيت أخي. استقبلني، شرحت له الموضوع، تعاطف أهلي معي، قاطعوه، وقفوا بجانبي، لكن زوجي لم يكل أو يمل من طلب عودتي والسماح والغفران. وبعد ضغط وإقناع من المقربين عدت كرامة لأطفالي، إلا أنني لم أستطع نسيان ذلك المشهد الذي كلما حاول زوجي ضمي يقفز أمام عيني ليمزقني. فماذا تفعل؟ لأنه هو حصل هنا صدة نفسية احنا بنسميها متلازمة مع بعض الصدمة. هذه صدمة عاطفية في غاية الشدة وغاية القسوة على نفس اي امرأة او على نفس اي رجل. طيب هستأذنك دكتور، متلازمة ما بعد الصدمة راح نختم الحلقة في الحديث عنها بعد ما ناخد باقي تعليقات المشاهدين بعد الفاصل، وبعد ما نتابع كمان سؤال الحلقة. بعد الفاصل نواصل، فابقوا معنا. نسبة انتشار ظاهرة الصمت أو الخرس العاطفي بين الأزواج في الوطن العربي هي 3 من كل 10 أسر، 5 من كل 10 أسر، 7 من كل 10 أسر. نسبة انتشار ظاهرة الصمت أو الخرس العاطفي بين الأزواج في الوطن العربي هي 3 من كل 10 أسر، 5 من كل 10 أسر، 7 من كل 10 أسر.
الإجابة الصحيحة هي 7 من كل 10 أسر. إخواني وأخواتي، من جديد نحييكم في برنامجكم اليومي المباشر كل يوم. نحن معكم على تواصل مع قضاياكم وملاحظاتكم في مختلف المسائل الاجتماعية، نستقبلها منكم ونعطيها الأولوية ونعلق عليها ونخصص لها حلقة بأكملها مع أكبر وأفضل المستشارين في العالم كله وعالمنا العربي للتعليق عليها وتقديم النصيحة فيها. موضوع حلقتنا اليوم: زوجة مع وقف التنفيذ بقرارها. وقصة هاجر المنفصلة عاطفيا، أو كما سماها الدكتور أحمد شوكة، طلاق عاطفي عن زوجها منذ أكثر من 5 سنوات مع زواجهما قبل 15 عاما. وسبب هذا الطلاق العاطفي هي تنام بغرفة وهو ينام بغرفة، كثرة مغامرات الرجل خارج إطار العلاقة الزوجية. وسمعنا تعليقات كثيرة من الإخوة والأخوات، بعضهم ينصحها أن تصبر وتحتمل، والبعض الآخر يقول لها لا أبدا انفصلي عنه. وما زلنا نستقبل اتصالاتكم وتعليقاتكم، وسنوجه أيضا الكلام مع الدكتور أحمد شوكة قبل أن نختم الحلقة. وفي النهاية كما قيل، القرار قرارها وكل حالة لها خصوصيتها، ولكن نحن نفتح الأذهان في هذه الموضوعات. إن الله لا يحب الخائنين، إن الله لا يحب الخائنين. لنتذكر أن الخائنة يكرهه الجميع، الخائن يكرهه الجميع بأي شكل وبأي مجال. لكن الملفت، خلينا نوقف شوي عند الدراسة اللي عرضناها قبل قليل. يعني بغض النظر عن عينة الدراسة، الرقم قد يزيد في مجتمع يقل في مجتمع آخر، لكن الرقم كبير، رقم كبير يتعلق بالأسر اللي عايش الزوج مع زوجته ولكن في بينهم صمت أو خرس الأزواج، ما بيتحدثوا إلا في 1 2 3. أحيانا الطرف هو الزوج، أحيانا الطرف هي الزوجة، أحيانا طرف آخر له علاقة بالبيت. تعالوا نتابع تعليقاتكم في هذا الموضوع. معنا هند من الأردن، تفضل يا هند. يا ريت توطي التلفزيون يا هند وتسمعينا من الهاتف، تفضلي. السلام عليكم. وعليكم السلام، كيف حالك يا أخ؟ أهلا وسهلا يا أختي. والله أنا رأيي أنها تستخير، تتجه لله سبحانه وتعالى. تقوم يعني اليوم بآخر ثلث من الليل تقوم تستخير، والله سبحانه راح ييسرها اللي فيه الخير. طيب، وما خاب من استخار واستشار. بيصلي بيستخير الواحد مرة ومرتين، لكن بده استشارة، فهي لجأت للاستشارة. فإحنا بنحكي لها ارجع استخيري. طب استخارت ورجعت استشارت. نعم، ما يعني هي تستخير، يا اما تضلها مع زوجها وتصبر على اولادها، يا اما تتطلق، فالله سبحانه راح ييسرها اللي فيه الخير. طب بركن يعني زوجها انصلح، بركن زوجها تحسنت اموره بعدين تصبر عليه. يعني هل اذا تحسنت اموره تبقى متحيره معاه؟ مش راح يضر هذا الشيء. مش سامع. البستخير ما بندم. ايوه، الله مش راح يضر هذا الشيء. بس الاستخارة بدها أخذ بالأسباب يا هند. نعم هي تستخير وإحنا منساعدها، يعني هذا يعني أنا رأيي في موضوعها. إيش منا نساعدها؟ إيش منا نعمل لها؟ والله أنا هذا بقدر أحكي، إنها تستخير تتجه لله، يا أما إنها ظلها صابرة، يا ما تترك، ما بعرفش أكثر من هيك. هو إحنا كل الموضوع هيك. أشكرك يا هند، إحنا الموضوع كله يا إما ظلها صابرة يا إما تترك. ما النصيحة التي نقدمها لهاجر؟ معنا اتصال آخر، انقطع الاتصال. مصطفى من فرنسا، تفضل يا مصطفى. نعم تفضل، أنا معك مصطفى. أهلا. أتذكر، أستأذنك مصطفى صديقي وأخوي، أنا اسمه مصطفى، أهلا فيك، ترفع صوتك لو سمحت. طيب، تذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم حين قال: الأرواح جنود مجندة، فما تعارف منها ائتلف، أي وما تنافر أو ما تناكر منها تنافر اختلف، أو ما تنافر منها اختلف. أي نعم، أو القلوب. نعم نعم،
هذا في إذا في حين مثلا من يكون زوجين متفقين هناك تناغم مودة إلى آخره بينهما، نعم. فالأشياء تسير على ما هي عليه. فإن وقع شرخ، والشرخ قد يأتي من 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 الطرفين، نعم. إذا وقع انفصال أو يعني واحد لا يحب الآخر، ماذا يفعل أو ماذا تفعل؟ هذه نقول إحساس، هذا شعور. لا يمكننا مثلا لا أحد له مفتاح لكي يقول، أو لا أحد يستطيع أن يقول أنا سأحب زوجتي مدى الحياة. طيب إذا كرهته أو كرهها ماذا يفعل؟ ينفصل عنه أو تنفصل عنه؟ هناك لا، إما أن تصبر كما والله لا أسمع. أقول يعني يا ريت تخفض التلفاز وتسمعني من الهاتف. أقول لك لا تلفاز. إذا كرهت زوجها كما حصل مع هاجر نتيجة أخطائه وتصرفاته، هل تنفصل عنه مع أن هنالك أملا ما في صلاحه؟ هناك أمل ما في صلاحه. وما أحلى كيف يقول أحلاهما مر، معناه في الحالتين إذا انفصلت هناك قطيعة، أي سيكون خاصة على الأطفال مشكل بالنسبة للأطفال. إذا هي تصبر لأجل الأطفال. تصبر لأجل الأطفال. أو تصبر لأجل الأطفال، فهناك أوسيئة مسرحية، معناها أنها تمثل الأطفال، والأطفال يدرون أن أمهم تمثل. طب ماذا تفعل؟ تفعل أنها الطلاق، أظن الطلاق حلال في الإسلام. أشكرك يا مصطفى من فرنسا، أشكرك جدا. مختار من تونس، تفضل يا مختار. أهلا وسهلا. سلام، تفضل. السلام. في الحقيقة أنا نحب نعرف يعني سمعنا وجهة نظر الأخت هاجر، نعم، ولكننا لم نسمع وجهة نظر الزوج. تمام. المفروض أنا نسمع من الاثنين باش نجموا نحكموا عليهم، يعني أما يعني عليها ولا ليها. برأيك الآن هذه القصة فيها حساسية جدا، هي أرسلتها دون علم أحد ورفضت أن تدخل هي على الهواء. لا إحنا نتخيل موقف ذلك الخائن الذي يخون زوجته أو يفكر خارج إطار الزوجية. لم نقل أنه تزوج، لم نقل أنه لا ينفق عليها، لم نقل أنه يعنفها، فقط هو، وهي ليست فقط، هي كبيرة طبعا، لديه مغامراته العاطفية خارج إطار الزوجية. ماذا نقول لها؟ سمحني، ألا يمكن أن تكون هي عندها نقص يعني بدنيا أو ما هيش قائمة بواجباتها الزوجية؟ ألا يمكن هذا؟ عفوا؟ من نجموش نحكم عليها هي قد يكون الخلل منها هي قد يكون الخلل منها هي. طيب ماذا تفعل؟ ننصحها أن ترجع وتعدل نفسها وتراقب نفسها وتحاول أن تضع الكرة في مرماها، بماذا هي قصرت حتى تعدل مع زوجها؟ المفروض تتساءل هي المدة هذه كلها ليش وصلت للدرجة. تمام، لماذا وصلت؟ شكرا يا مختار، أستأذنك عشان اتصالات كثيرة وأستأذن المتصلين يتحملون ونختصر. علي من الأردن، تفضل يا علي. طولنا عليك يا علي، سامحنا. أم محمد من بريطانيا، تفضل يا أم محمد. ألو، السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. أود أن أبدي رأيي بخصوص تفضلي الأخت صاحبة المشكلة. أنا رأيي أخي مصطفى، أنا أنصحها بالانفصال. عدنان، أنا معك وهي هاجر. نعم تفضلي. آسفة يا سيدة هاجر. أنا رأيي أن الانفصال أفضل في مثل هذه الحالات. يعني ما الذي تنتظره هذه السيدة بعد يعني أن ينصلح حاله؟ أنا مثلا أعرف عن عائلة كان الرجل يتناول الخمور وكان يضرب زوجته، نعم. وكانت دائما تهرب إلى بيت أهلها فزعا منه، نعم. ويصبر عليه يصبر حتى انصلح حاله وصار من المصلين في المسجد الخمس صلوات وصار رجل فاضل جدا والآن علاقاته، نعم. من أحسن ما يمكن. ولكن يعني احتمال، هذا احتمال قد يكون وارد وقد يكون غير وارد. هي الآن انتظرت 5 سنوات
وهي تعاني من هذه المشكلة، تعاني من هذا الزوج، هل تنتظر سنوات أكثر حتى يذهب شبابها أو تذهب صحتها؟ هي بس هل برأيك خمس سنوات انتظار؟ هي خمس سنوات وهي ماخذة قرار بحقه، ما هي بغرفة هو بغرفة، خلاص إذا هذا هو الانفصال، يعني الطلاق في مثل هذه الحال أريح لها. وإذا كنا نقول أن الأطفال وكيف مصير هؤلاء الأطفال، هؤلاء الأطفال قد يكون أفضل لهم أن يعيشون مع أمهم وهي في حالة استقرار. أشكرك جدا يا أم محمد. آدم من السواد، تفضل يا آدم. ألو مرحبا. مرحبتين. مرحبا للأخ، لألك وللأخت. الله يخليك. هاجر. يا اللي بدي أقوله أنه هي بمأزق المسكينة هاجر. نعم. لأنه جوزها خانها. نعم. والخيانة في ما بعرف في الإسلام كيف. نعم. الخيانة هي الطلاق، لأنه ما بيجوز إذا كانت المرأة أو الرجل، لازم إذا واحد خان الثاني لازم يكون الطلاق. طب عفوا، الخيانة أي خيانة؟ هو الآن هو بشر الزوجية. هو بشر ليس بملاك، يخطئ ويصيب. أخطأ يا أخي الرجل، ربنا سبحانه وتعالى بسامح، إحنا ما بدنا نسامح. هو المشكلة الزنا، مشكلة الزنا هي ما حددت، مغامرات عاطفية خارج إطار الزوجية. حتى الزنا إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الزواج اسمه زنا، يعني معناتها تعامل. طيب لو زنا تتطلق منه، لو زنا وتاب هي زنا، لو زنا وتاب هي مظلومة. ليش اللي هي مظلومة؟ لأنه إذا بدها تطلق جوزها بتخسر المؤخر. المشكلة إنه وما بحق لا تأخذ أولادها، لأنه النظام بعندكم هونيك. لو بأوروبا كانت تقدر تأخذ أولادها تحطها عنده تربي أولادها بلا هالجوز اللي خاينها، اللي مو متفق معها بأي شكل من أشكال. طبعا هي الخيانة، لأنه ما المرأة ما خمس سنين ما تنام على جوزها، أكيد شافت شيء غلط كبير غلط، مو هو قصة صغيرة. هي لو كانت قصة صغيرة هي ما مشكلة، كمان هي لكنها قصة كبيرة، قصة كبيرة ولا نسكت عليها. أشكرك يا آدم من السويد، سامحني وأعتذر. من محمد من الأردن، انقطع الخط. أبو فيصل من السعودية، تفضل أبو فيصل. السلام عليكم. وعليكم السلام. أسعد الله مساءكم، مشكركم على هذا الموضوع الرائع وهذا العرض. الله يكرمك. أحب أن أقدم في البداية بادئ ذا بدء. نعم، بصورة سريعة إذا سامحني أبو فيصل، يعني نعم. نعم لا بأس. أن الله سبحانه وتعالى يقول: ما أصابكم من حسنة فمن الله، ما أصابكم من سيئة فمن أنفسكم والشيطان. أخي الكريم، القضايا مثل هذه القضايا والخلافات الزوجية، هناك فرص. هي أولا أمر وارد وقد تغزو كثير من بيوت المسلمين وبيوت الناس، فالتعامل معها بالقطع، قطع العرق وتسييحه مباشرة، واتخاذ قرار صارم، قد يكون هناك أضرار كبيرة وخيمة على إهدام أو تدمير بيت من بيوت الناس. لذلك الحل في البداية، الإنسان المتضرر يحتاج أن يراجع نفسه في أمور، قد يكون عنده أخطاء يجب أن يعدلها، قد تكون له فرصة لأن يراجع نفسه بعلاقته مع ربه، قد يكون هناك بعض الأمور التي تحتاج منه بعض التصرف في التعرف على الطرف الآخر من زوجه وكيف أن يتعامل معه، قد يكون سببا في هداية زوجة. بالنسبة للأخت هاجر، قد تكون سببا في هداية زوجها. سامحني عشان الوقت في 30 ثانية. نعم نعم. ف يعني بالمختصر، أنا أعتقد في مثل حالة الأخت هاجر يجب أن ترجع إلى ثلاثة أمور. أولا المجاهدة بالطرق الحكيمة، من ناحية الدعاء والتوسل والتضرع إلى الله. والثانية هي الاستشارة. تمام. وهي الآن تستشير في هذه الحلقة. نعم. أم أن تقصد أن تكون استشارة خاصة بالتفصيل؟ نعم، الاستشارة الخاصة بأن يكون شخص من أقاربها. نعم. أو شخص من معارفها. نعم. من يعرف الحالة. نعم. من 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 إمام مسجد أو إنسان قريب منهم. نعم. الأخيرة وهي الاستخارة.
قد تستخير الله. نعم. فيصبر على ماذا على ماذا. أشكرك جدا يا أبو فيصل من السعودية، وأعتذر من كل الإخوة والأخوات الذين لم نتمكن من الرد على اتصالاتهم. ما زال المجال مفتوح أمامكم لإبداء تعليقاتكم في موضوع الحلقة من خلال الفيسبوك ومن خلال تويتر ومن خلال كل وسائل الاتصال الممكنة مع البرنامج. دكتور أحمد شوكة، أهلا وسهلا يا حبيبي، الله يخليك. إلى أين وصلنا؟ وجبنا مثال فادية، وجبنا مثال متلازمة ما بعد الصدمة، وسمعنا ما تحدث به الإخوة والأخوات. ماذا نعلق؟ حيانا عجبني مداخلتين بسرعة، مداخلة الأخ مختار من تونس كانت مدخرة فيها جزء من يعني النظرة الشمولية للموضوع. قال احنا عايزين نسمع رأي الزوج. هو فتح من هذا، لان احنا لا نلقي باللوم جزافا واحكاما جزافا، فتح بهذا نقطة مهمة انه في عوامل طاردة وعوامل جاذبة داخل علاقة زوجية. من الناحيتين. فلابد ان تبحث الزوجة او هاجر في هذا المثال عن عوامل الطرد وعوامل الجذب في هذه العلاقة، لان في يقال يعني مشاعا في مجتمعاتنا ان السيدة او المرأة في العلاقة الزوجية هي دائما الركن القوي اللي بيحتمل عليها الرجل، وهي اللي بيقع عليها المسؤولية في حماية هذه الكينونة الأسرية وتربية الأولاد. هذا عرف اجتماعي معترف به، فلابد من البحث في العوامل الطاردة والعوامل الجاذبة عشان ما نكونش احنا مكحفين لحق اي واحد. في مداخلة اخرى من اخت ام محمد من بريطانيا، قالت كلمة في منتهى الجمال، قالت يا اخي 5 سنين بتنام في غرفة تانية ومنعزلة عنده عاطفيا، فهذا هو طلاق بعينه، فاحسن تتطلق وتبتدي تشوف حياتها وتربي اولادها، لان الاولاد لما هيتربوا معاها وهي نفسيتها اهدى وما عندهاش مشاكل وما عندهاش عقدة نفسية وما عندهاش نوع ان هي بتظهر نفسها وتحتقر ذاتها، فيمكن يكون الاطفال هيتربوا في بيئة احسن واهدى من ذلك. طيب استأذنك بهاي يا دكتور لو سمحت، بهاي الجزئية اذا سمحت. الآن أنا جبت مثال وحقيقة عشته، يعني الإنسان هذا أعرفه، وصل به السوء ما وصل، وزوجته يعني كانت أكثر من حالة طلاق عاطفي، ورجع وانصلح حاله لما هي صبرت عليه قليلا. هنا في نقطة مهمة، إن هو ما فيش حالتين زي بعض، حاجة نقطة. النقطة الثانية، إحنا لابد أن نبني أحكاما ونبني قواعد على حالات شاذة أو حالات قليلة أو نادرة. لابد أن نبني القاعدة على مجموعة من الحالات متشابهة ومتوافقة بدراسة وبحث. فأنا لا طبعا، ما في واحد بيغلط وفي واحد بيخرج وفي واحد بيشرب وبعدين بيرجع تاني ربنا بيهديه و و و و و و ولكن هل هذا هنطبقه على كل الحالات الزوجية ونقول للزوجات تحملوا لما زوجاتكم يبعدوا عنكم وانفصل عنهم 10 أو 15 سنة؟ يا أخي الإنسان بيختلف في قدرة احتماله وقدرة تفاعله مع المشكلة ورد فعله مع المشكلة، فهي مش هنقدر نبني حكم عام على حالة فردية ونخليها هي الحكم العام في هذه القضية. تمام. طيب كنصيحة أخيرة نختم فيها هذه الحلقة ونوجه فيها متلازمة ما بعد الصدمة، ونوجه فيها هاجر، ونوجه فيها كل من يشاهد هذه الحلقة. تمام، أنا عندي مجموعة من النصائح. النصيحة الأولى، إن لابد أن تكون هناك ثقافة جديدة في مجتمعاتنا تبدأ من البيت والمدرسة في تهيئة الزوجة والزوج بالتربية أو العلاقة الزوجية والعلاقة الجسدية والعاطفية منذ الصغر. لابد أن يكون يعني في هناك تغيير في منظومة الثقافة في هذه النقطة. الناحية الثانية، لابد أن تكون هناك وضوح وصراحة بين الزوجين في مناقشة أدق الأمور ودواخلها منذ الدقيقة الأولى للزواج. النقطة الثالثة، لابد أن إحنا بعد فترة من الزواج ما يبقاش الزوج أو الزوجة ياخد زوجته أو ياخد زوجة على أنها خلاص بقى ما إحنا بقينا متجوزين ومتعودين على بعض، يعني بعلاته، يعني أنا ما لا أؤدي أو إلى أن العلاقة يحصل فيها نوع من الركود والجمود وعدم الحراك أو باللغة العامية الدرجة فقدان البهارات التي تؤدي إلى عنصر التشويق والاكتشاف والتجاذب في هذه العلاقة. فالزوج عليها واجب والزوج أيضا عليه واجب كذلك. أنا أشكرك جدا الدكتور أحمد شوكة أخصائي الأمراض النفسية من بريطانيا، شكرا جزيلا لك. لنتذكر إخواني وأخواتي أن الخائن يكرهه الجميع وهو منبوذ مرفوض. عندما تحب المرأة
حقيقة كما تقول الدراسات لا تفكر أبدا بالخيانة، علما بأن الخيانة واردة من الطرفين، لكن الأرقام تشير إلى ارتفاعها من طرف الرجال بشكل أكثر منه بكثير عند النساء لدى مختلف الشعوب في العالم. نحن بانتظار مسائلكم الاجتماعية لتقديم المشورة فيها من خلال البريد الإلكتروني كل يوم @الحوار.تي في، ترسل المسألة كملف باللغة العربية، وكذلك نستقبل على الفيسبوك تعليقاتكم حول الحلقة، وكذلك نستقبل تعليقاتكم حول الحلقة على موقعنا على التويتر، ولدينا رقم خاص للهاتف المسجل أنسر ماشين يتيح لكم تسجيل مكالماتكم صوتيا وبمنتهى الخصوصية 00-44-208-728-6455 على مدار الساعة. بس هذا عفوا الهاتف فقط لبرنامج كل يوم، وأي رسالة لأي برنامج آخر أو خارج طبيعة عمل البرنامج سنضطر آسفين لإهمالها. ختاما أوجه رسالة إلى كل من ألفت نفسه النوم في أحضان الرذيلة، ومن تاه في حوانيت الظلام وانغمست نفسه في وحل الحرام، اتق الله في نفسك وأولادك، وانتبه لزوجك وأهل بيتك، وتذكر أنهم يحبونك، وأنك إذا عدت سيعودوا، وأنت مسؤول عما تفعله في مشاعر ونفسية زوجتك كما هي مسؤولة. نعم، الرجل مسؤول عاطفيا تجاه زوجته كما هي مسؤولة تجاهه. إخواني وأخواتي، لن أسامح من أساء لأمي لإنجابها البنات عنوان حلقتنا القادمة. أترككم في رعاية الله، تصبحون على خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.